أسدلت وزارة شؤون البلديات والزراعة الستارة على النسخة العاشرة من سوق المزارعين البحرينيين الذي انطلق في العاشر من ديسمبر من العام الماضي واستمر لغاية الثامن من أبريل الجاري في حديقة عن النباتية. وأعلنت اللجنة المنظمة للسوق أن الحضور فاق الربع مليون طوال موسم السوق من جانبه عبر سعادة المهندس وائل الناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة عن بالغ سروره بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة العاشرة من سوق المزارعين والذي يأتي ترجمة استراتيجية الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق المبادرات للنهوض بالقطاع الزراعي بما يعظم من مساهمة هذا القطاع في دعم جهود تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين مثمنا في هذا الصدد شراكة الوزارة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وهي الشراكة التي كان لها الأثر البالغ في تطوير السوق وتحقيقه النجاحات طوال المواسم الماضية